بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها، أمين. أولا بعتذر بشدة عن التأخير لظروف غصب عننا إلى حد كبير. ثانيا يعني بأعلن ليكم إن المحاضرة بتاع النهاردة هي اللي هتكون هنتوقف عندها، لأن الفترة الجاية هبقى مشغول، فهكتفي بالمحاضرة بتاع النهاردة، وبعد كده إن شاء الله لما تعدي فترة الانشغالات أنا استأنف، لأن الموضوع اللي جاي هو الأهم على الإطلاق في كل الكورسات اللي خدناها كلها. وقفنا لغاية فين المرة اللي فاتت؟ أنا أصل الموضوع كله في دماغي فبنسى. يعني يمكن لما حصل جيش السنيان والقديس ساويرس جه أرض مصر، طبعا القديس ساويرس بارك أرض مصر، أضافه خد، لأن هو الحقيقة فكريا ينسب لآباء اسكندرية أكتر من مدرسة أنطاكيا، لأن هو يمكن ما درس في أنطاكيا، درس في الإسكندرية وفي فينيقيا، لكن قراءاته زي ما قلنا وثقافته كان متأثر أكتر بآباء الإسكندرية والآباء الكبدوك اللي هم يعتبروا كانوا فرع من فروع مدرسة الإسكندرية اللي هي أساسها أوريجانوس. القديسين والعمالين اللي بيشعروا إن حياتهم في الأرض ليهم مهمة ورسالة، مش مجرد عايشين وبس، لا يتوقفوا عن العمل، وخصوصا في الأمور اللي تمس علاقتنا بالله. كلمة الله لا تقيد. جه أرض مصر لكن ظل يرعى شعب أبرشيته في كرسي أنطاكيا بالرسائل والتعليم، بل يهتم بشؤون الكنيسة كلها، لأن درجة الأسقفية بتعتبر هي الدرجة الرسولية، فبيبقى فيها شقين، شق محلي لما هو مسؤول عنه من الناحية الإدارية كمرسوم على كرسي أنطاكيا غير كرسي الإسكندرية غير كرسي روما، فدي شأن بيبقى من اختصاص صاحب الكرسي. أما الشق الإيماني والتعليمي فهو بيبقى مسؤول عن التعليم والكرازة في المسكونة كلها. عشان كده أبائنا لما كان حتى يحصل أي انحراف في الإيمان في أي مكان أيا كان في العالم كان يبقى ليهم موقف إيجابي ويعلموا ويشرحوا ويفندوا. من ضمن الحاجات اللي القديس ساويرس واجهها في الفترة دهيت، في حاجات هنتطرق ليها بس مش هنعمق قوي عشان ما نخرجش عن الموضوع الرئيسي. كان في واحد اسمه سيرجيوس، مفروض انه من الارثوذكس من اصحاب الطبيعة الواحدة، لكن كان له مفاهيم مختلفة.
فتبادل معاه الرسائل، وخصوصا كان القديس ساويرس في ذلك الوقت هو المرجعية الكبرى في جيله. الرسائل دهيت نشرت، أنا عندي طبعا باللغة الإنجليزية ومترجمة، لكن أنا بأشير إليها، مش هدخل فيها قوي لأن يعني كان الفكر اللي فيها ما انتشرش أو ما كانش يمثل طيار كبير، لكن أنا بدي فكرة النشاط وكان يعني ماشي إزاي. طبعا وفاة أناستاسيوس عملت نقلة كبيرة قوي في الأوضاع، يعني من شخصية أرثوذكسية متدينة محب للكنيسة وعنده تقوى ويعلي ويضع في الأولوية دايما الصالح الكنسي والديني والروحي فوق كل اعتبار، فوق أي أطماع وطموحات سياسية ودنيوية. ففي عهده الأمور كانت مستقرة وحصل اتحاد بين الكراسي كلها فيما عدا زي ما احنا عارفين كان كرسي روما. ففي أول يوليو 518 توفي أناستاسيوس وتغير الوضع تقريبا بين ليلة وضحاها، ووجد معارضو خلق دنيا أنفسهم الآن خصوما للإمبراطور، بعد ما كان الإمبراطور يعني سند ومؤيد ومعضد، بقوا في خصومة مع الإمبراطور الجديد يوستين أو يوستينوس، لأنه عايز يعمل وحدة بصورة صارمة. يعني إيه اللي هو شايف الإيمان اللي يحقق له أهدافه السياسية يبقى هو ده الإيه اللي مظبوط ويفرض على الجميع. وقد قرر فيما يتعلق بالكنيسة أن سيكون ذلك معناه الوحدة تحت راية خلق دنيا. ليه؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان كان له اطماع ضم تبقى الامبراطورية واحدة، ومحتاج تعضيد الغرب وتعضيد اسقف روما. لقد دخل في مناقشات مع روما حول اعادة اتحاد الشرق والغرب، وفي غضون عام نالت روما كل ما طلبته، حطوا شروط، أدين أكاكيوس وعزل معظم الأساقفة اللخى القدونيين، مع أن أكاكيوس كان انتقل، لكن كان في عهده أما آمن يعني رجع للإيمان الأرثوذكسي اعتبرون أن ده يتشال اسمه تماما، وكل طلباتهم اتنفذت. عزل معظم الأساقفة اللخى القدونيين ونفيوا، وجيه القديس ساويرس إلى مصر وقضى بقية حياته في دعم المؤمنين، وكان بيتنقل من دير لدير. البابا كان تيموساوس ساعتها نوفيا ورجع، برضو كان الاثنين مطاردين، كما وجد العديد من الأساقف المقاومين الآخرين ملاذا في مصر، المقاومين لخلق دنيا. أصبح مصر هي الملاذ وهي الملجأ، وكان أنه في هذا الوقت وتحت الاضطهاد الحاد المتزايد أن وجد معارضه مجمع خلق دنيا وأنصاره أنفسهم يصبحون كنيستين متميزتين عن بعضهما، اللي هي الخلق دنيا والأرثوذكسية.
وكل منهما يصف نفسه بأنه أرثوذكسي حتى يومنا هذا. عشان كده بيحصل في خلط في أولو الكنائس الأرثوذكسية، زي مثلا أخواتنا في روسيا أو في اليونان أو غيره، يقولوا أرثوذكس وإحنا بنسمي نفسنا أرثوذكس برضو، وبعض الكنائس دهيت مثلا ما يردوش يقولوا علينا أرثوذكس، يقولوا الأقباط، وإحنا نقول برضو الأقباط كده في عدم معرفة، لكن لازم نقول أقباط أرثوذكس. كلمة قبط يعني مصري. طبعا أثار اضطهادا عنيفا على الأرثوذكسيين، وكان له نصيب الأسد في التركيز عليه في ذلك الوقت القديس ساويرس الأنطاكي، أمره بقطع لسانه، ما كانوش حد بيقدر يقف قصاده بقوة الحجة والمنطق اللي ربنا حبابيهم. طبعا رفيق الجهاد معاه كان القديس مين؟ من سوريا برضو، أو من كنيسة السريانية. جبت سيرته المرة اللي فاتت وقلت الاتنين رفاتهم عندنا في دير السريان، القديس فيليكسينوس. يروي يوحنا الأفسوسي، وده المؤرخ المعاصر اللي بعد زكريا الفصيح. قبل كده كنا بنرجع لزكريا الفصيح أكتر، في المرحلة القادمة هيبقى المؤرخ الأكبر يوحنا الأفسوسي أو الأسيوي، ممكن يلقب بكده وكده. بيقول بأن الاضطهاد شمل 55 أسقفا اتنفوا وطردوا، من بينهم القديس فيليكسينوس المنبجي. نفي أولا إلى حتى اسمها طريس، إلا ثم لغنغرة، ومكان في تراقيا في بلغاريا، وكان عانى من أوضاع صعبة جدا. هو نفسه كان سنة 522 بسبب الأحداث دي قام شبه ثورة من الرهبان، جميع الرهبان من أنطاكيا حتى حدود البلاد الفارسية صاروا على هذا الاضطهاد مستبسلين، وحرموا مجمع خلق دنيا، بل أن كثيرين منهم كتبوا هذا الحرم على أبواب أديارهم. يعني احنا هو بنحرمه عشان اللي مش عارف يعرف، ما هو العنف الزايد يولد الانفجار. أما المؤمنون الأنطاقيون فقد نزلوا إلى الميدان وهم يصرخون بأعلى أصواتهم قائلين فلتطلق الوحوش على الراغبين في الشهادة من أجل الإيمان، اطلقوا الوحوش علينا. في حين أنه قتل من رهبان كورتهم عدد وافر، وأثخن بالجراح عدد آخر، وكذلك استشهد في الرها كثيرون من الرهبان والعلمانيين. كان عصر صعب قوي، والحياة من عصر يوستين وابن أخته جوستينيانوس حصل تطور كبير قوي بقى، يعني كان له أثاره على ما بعد ذلك وحتى يومنا هذا، لأن الأهم هقوله لكم كمان شوية. القديس فيليكسينوس كتب رسالة لرهبان دير سينون في منفاه الأخير بالعبارات التالية:
بيقول لهم لقد أرسلوني إلى أمر وأقسى منفى، أمر وأقسى منفى قاسي يعني، وأقاموا علي حراسا من جميع الجهات لئلا يزورني أحد من العلمانيين ويستمع إلي. إنني مسجون في غرفة مساحتها 12 ذراعا، أقيم فيها أنا ومرافقي، وهي فوق مطبخ. كلام كتير اتقال، ويتقال ان اتحط في مكان فيه جير حي وفيه او حريق وفيه دخان، لكن كله يدي نفس المعنى. حيث نختنق دائما بالدخان الكثيف، فاذا حرمنا عون العناية الالهية قريبا سيفقد بصر كل منا. اول حاجة هيضيع بصرنا، ولذلك التمسنا منهم مرات عديدة أن أنقل إلى السجن العام حيث جميع صانع الشرور والقتلة. تخيل واحد من أجل إيمانه ما حصلش القتلة واللصوص والمجرمين، عايز يعني يرتاح شوية يتعاملوه المعاملة ده هي زي ما بيعاملوا بقية صانع الشرور. قال ولم أجب إلى من التمسي ذلك بأن أسقف هذه المدينة الذي أسلمت إليه ليحرسني يكرهني كرها شديدا أكثر من الذين أسلموني إليه، لأنه هرطوقي ومن الذين يغارون كثيرا على المجمع المحروم اللي هو ايه؟ مفيش غيره. اقام فيركسينوس في المنفى زهاء 5 سنين وهو يجاهد هكذا بصبر جميل جهاد الشهداء والمعترفين، ويرشد المضطهدين ويدحض ارائهم الفائله. اللي يقول الفائلة يعني ايه هدي له مكافأة. اللي كاتب أن المرجع دوت كتاب اسمه الأحاجي في جهاد القديس ماري فلوكسينوس للقداسة البطريرك ماري أغناطيوس يعقوب الثالث، وكان بليغه فصيح هو كده، فكان يعني اسلوبه في الكتابة يعني راقي أوي، ويضحض آرائهم الفائلة بأسطع البراهين، ويبعث بفتاويه الصائبة ورسائله العجيبة إلى الرهبان والمؤمنين يثبتهم في الإيمان ويحذرهم من مغبة التورط في مزالق النسطرة والخلقدونية. وفي العاشر من كانون الأول 522 وبأمر أوفراسيوس الأنطاكي الدخيل أطلقوا عليه الدخان بعد أن سد منافس الغرفة، فاختنقت أنفاسه الطاهرة وقضى الله شهيدا. فنقل ابن أخته فيلوكسين أسقف دلوق الذي كان يرافقه جثمانه المقدس إلى منبك حيث أودعه البيعة التي كان قد أنشأها سمت، وأقرت الكنيسة قداسته ورسمت له 3 أعياد تذكارا لرسامته ووفاته ودفنه، وهي 18 شباط و18 آب و10 قانون الأول. طبعا القديس فيلكسينوس له كتابات كتيرة، عشان كده بقول لكم الموضوع كبير قوي. يعني احنا رغم ان البعض يتخيل ان احنا بنشرحه بالتفصيل، انا بكروت كتير، يعني مش بنقول كل حاجة فيه. له كتابات لاهوتية وله كتابات رهبانية ايضا. كان عندنا في دير السريان نشروا له كتاب اسمه الاباء الحاذقون في العبادة لماري فيلوكسينوس. طبعا
اللي جه في مصر حظه بيبقى حلو. القديس ساويرس عاش في مصر، شعب مصر أصيل وحنين ومضياف. فأثناء وجود بقى القديس ساويرس هنا كان يعني كل مشكلة تحصل لاهوتية تترحل عليه. في واحد اسمه يوليانوس أسقف هليقرنيسوس، أسماء صعبة بتاع الزمان، ده من ضمن الأسقف اللي جم في مصر، لكن هو كان أرثوذكسي وكل حاجة، لكن مش كل واحد بيبقى عنده الفهم الصحيح أو الدراسة الدقيقة في الأمور اللاهوتية إن يقدر يظبط الأمور كويس. فوقع في مشكلة فيما يخص آلام السيد المسيح. هل جسده كان قابل للفساد ولا لا؟ وإيه مفهوم الفساد بالنسبة له؟ إيه مفهوم الإيه؟ الفساد بالنسبة له. فاعتبر إن الألم نوع من الإيه؟ من الفساد، لكن الألم دي سمة طبيعية، فهو خد شبهنا في كل شيء ما خلى الخطيئة وحدها. المهم هو بعت بعض كتابات للقديس ساويرس يطلب رأيه. القديس ساويرس صبر شوية وبعدين فوجئ انه هو نشر الحاجات دهيت، فبدأ يرد عليه وتبادلوا الرسائل. طبعا انا كنت مجهز الرسائل ممكن اقولها لكم بعدين، قلت لا نختزل الموضوع شويه ندخل في المفيد على طول. فهنشوف التفنيد اللي قدمه القديس ساويرس. فنبدا بالسؤال الذي وجهه اليه الى يوليان قائلا كيف يمكنه، يقصد السيد المسيح وهو لم يتالم في الجسد من مثلنا بالرغم من بكونه بغير خطية، أن يكون قد اشترك بالفعل في ألامنا. لو ما تألمش في الجسد يبقى اشترك ازاي ايه؟ فإذا كان ذلك مستحيلا فينبغي على يوليان أن يسلم، على الرغم من أنه كان يؤكد عكس ذلك أن تألم المسيح كان وهميا. يعني ايه؟ بيظهر كأنه بيتألم لكن ما هوش ألام حقيقية. ولكن الأسفار المقدسة تعلمنا أن المسيح كان البكر من الأموات، مما يعني أنه تألم ومات مثلنا في الجسد. وعند الإشارة إلى السؤال عن هل كان جسد المسيح قابلا للفساد أم غير قابل للفساد، فبدأ البطريرك القديس ساويرس كلامه بتعريف معنى كلمة عدم قابلية الفساد. إيه اللي مقصود بعدم قابلية الإيه؟ حيث أكد أنها تتضمن معنيين متباينين. أولا تعني الخلو من الخطية، يعني الخلو من الخطية يعني ده إيه؟ يعني بلا فساد أو عدم قابلية للفساد. وبما أن كلا من يوليان والقديس ساويرس كان يتفقان على أن المسيح كان خاليا تماما من الخطية، فمن الضروري أن ننظر في المعنى الآخر. حكاية أنه بلا خطية دي ما فيش خلاف عليها، إذا كان الفساد مقصود فيه بفساد الخطية فده نقطة ما حدش يختلف عليها خالص.
ثانيا تشير كما ذكر القديس سيرس إلى عدم امتلاك إمكانية الخضوع للآلام البريئة مثل الجوع والعطش التعب من السفر وباختصار التألم والموت. وينبغي علينا هنا أن نتذكر أنه بالنسبة للقديس سويرس كانت كل تلك الأمور هي خواص طبيعية للناسوت، متعتبرش إيه فساد. يعني ربنا خلق آدم قال له من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا شجرة معرفة، ما عدا الشجرة اللي في وسط الجنة. فإذن الإنسان حتى قبل ما يغلط وقبل ما يقع في الخطية كان محتاج أن يأكل، فلو ما كلش هيجوع. فالجوع أو ألم الجوع دي خاصية إيه؟ طبيعية. وعلق البطريرك سويرس بأنه لم يوجد أحد من الذين علموا بأرثوذكسية أقر أن عمانوئيل تألم ومات بجسد غير قابل للموت وغير قابل للألم. طب ما هو تجسد ليه إذا كان غير قابل للألم؟ ويؤكد الآباء على عكس ذلك أن المسيح تألم في الجسد الذي كان قابلا لأن يعاني الشعور بوجع وعذاب والألام، وأنه تحمل حزن وكمد الروح النفس حزينة جدا حتى الموت. ومن هنا فإن جسد المسيح كان بالطبيعة قابلا للألم وقابلا للموت، ولكنه أصبح غير قابل للألم وغير مائت فقط بعد القيامة. جسد القيامة هو اللي هيبقى إيه؟ مفيش ألم ولا جوع ولا يعني موت من الأصل. وبالتالي فبحسب المعنى الثاني لكلمة عدم قابلية الفساد كان جسد المسيح قابلا للفساد قبل القيامة، يعني قابلا للتألم مش للخطية، ولكنه نال عدم قابلية الفساد مع القيامة، مش محتاج يأكل ولا يشرب. وكتب البطريرك سويرس كان جسد المسيح ربنا على الدوام مقدسا وغير مدنس بالخطية. عدم الفساد بالمعنى أنه بلا خطية وبلا فساد، يعني ده سواء هو قبل القيامة وبعد القيامة زاسين. لكن بالنسبة للخواص الطبيعية اللي هي التألم والجوع دي قبل القيامة، لكن بعد القيامة هو بقى بكورة الراقدين، احنا هنقوم زيه كده، لكن هو شبهنا في كل شيء من خلال الخطيئة وحدها. ولكنه صار غير قابل للألم وغير قابل للموت منذ وقت القيامة، لأن الكلمة غير القابل للألم وحد بنفسه هيبوستاسيا أقنوميا جسدا قابلا للتألم والموت. هو طبعا أنا اختزلت لكم الموضوع قوي. في عندي كتاب برضو من الكتب اللي جبتها زمان في أول حاجة اللي هي كونترا يوليانوس، اللي هي ضد ايه يوليانوس. القديس ساويرس تطرق للموضوع ده باستفاضة، وكان الحقيقة فيه حاجات في الرسائل المتبادلة جميلة وشيقة ومفيدة حتى في تفسير الكتاب المقدس جاية في السك. اما بيسأل بيقول ان الاباء احيانا يبدو متناقضين في الكتاب. واحد القديس بولس يقول ان ابراهيم امن من غير ما يعمل حاجة وحسب له الايمان ايه، ويعقوب يقول بدون اعمال ايمان ميت، وجاب مثال لابراهيم اصدق مين فيهم، شرحه. بس طبعا لو تطرقنا للحاجات دهيت مش هننجز في الموضوع بتاعنا، لكن هو كتب حاجات كتيرة، لكن انا برضو تطرقت ليه رغم ان مش هو يعني الجوهر الموضوع بتاعنا،
لأن ده بيؤكد إيمان أبائنا بحقيقة كمال ناسوت السيد المسيح، وينفي أي اتهام لينا بالأبولينارية أو اللي بدأوا يسموها أطاخية بعد كده، معرفش يعني ادوا شهرة لأطاخي كأنه يعني عالم علامة وصاحب فكر، فنسبوا إليه ما لم يقله أو ما فيش حاجة مكتوبة لي يعني. فكل ده ينفي كل هذه التهم، ودي أهمية أن برضو تطرقنا لي بإيجاز، لأن النقطة دي تطرقنا لها بإيجاز فعلا. نرجع للسياق بتاعنا. مفيش شك ان كل الأباطرة كان من مصلحتهم السياسية ان يكون الإمبراطورية متحدة، وكانوا بيبذلوا جهد كبير من اجل توحيد الكنيسة ليعالجوا الخطأ والخطيئة والجرم الذي ارتكبه مرقيان وبوليخاريا بمجمع خلق دنيا. ما شوفوا أحيانا في خطايا بعض الناس ولودة معالجتها صعبة. فبيقول لقد بذل كل الأباطرة منوفسيين اللي هم أصحاب الطبيعة الواحدة. خلي بالكوا لما نلاقي كلمة منوفسيين وحاجات زي كده، ده معناته إن المرجع اللي احنا بناخد منه إيه؟ مش بتاعنا، يعني مش أرثوذكسي. بس زي ما تعودنا احنا بنستشهد بمراجع مختلفة حتى في السياق التاريخي، عشان من محدش يقول احنا بنختار يعني اللي بيأيدنا وبس يعني، او اللي من عندنا منحازين. يقول لي قد بذل كل الأباطرة أرثوذكس كانوا ام خلق دنيين كل حسب غيرته وحماسته جهدا ممدوحا لتوحيد الكنيسة التي تعرضت للانقسام المريع في سنة 451 بعد مجمع خلق دنيا. فإن الأباطرة لاون وزينون وأناستاسيوس ويوستنيانوس وكثيرون غيرهم عملوا حال وصولهم إلى السلطان على توحيد الكنيسة والإمبراطورية، على أن يوستنيانوس قد امتاز في بعض الصفات والمميزات في أمور كثيرة ميزته عن هؤلاء جميعا. يقصد مين بيوستنيانوس؟ اللي هو ابن أخت يوستينوس، لأن في بعض مراجع بيخلطوا ما بينهم، واحد اسمه يوستينوس والتاني إيه؟ يوستنيانوس. وقبل أن ندخل في دراسة الناحية العقائدية التي هي مركز بحثنا الحالي في أثناء حكم الإمبراطور يوستينوس، لنلقي نظرة تاريخية سريعة على شخصية الإمبراطور يوستينوس الأول. والنظرة دي الحقيقة مفيدة، لأن اختلف عن بقية الأباطرة في تدخله في الفكر والتفسير والتأويل والتحديد المعاني عن أي إمبراطور آخر. طبعا الإمبراطور اللي هو خاله يوستينوس أصيب بمرض خطير وتوفي في أول أغسطس سنة 527، لأنه هو أصلا لما حكم كان عنده كم سنة؟ حوالي 70 سنة. وتولى بعده الحكم على الإمبراطورية البيزنطية ابن أخته اللي هو اسمه كذا 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 يوستينيانوس. وبيقول وما أكبر الفرق بين هاتين الشخصيتين بين خاله وبينه؟ كان يوستينوس جنديا مغامرا، لكنه لم يكن خبيرا في الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية،
لا بل أكثر، فأنه كان أميا جاهلا لا يقرأ ولا يكتب. ولكن عندما التحق بالحرس الإمبراطوري بدأت تظهر بصورة واضحة ومقنعة إمكاناته العسكرية الفطرية والمكتسبة، ولذلك فقد عين قائدا لإحدى فرق الحرس الإمبراطوري. وعندما جلس على عرش الإمبراطورية كان قد تجاوز 70 من عمره. أما يوستينيانوس ابن أخته الذي ولد في توريزيوم مقدونيا سنة 482 فكان على عكس ذلك تماما، وخاصة من الناحية الثقافية. فكان يوستينوس جنديا جاهلا خشنا فظا لا يعرف إلا لغة السيف والقوة والحرب والقتال، كما كان يوستينيانوس جنديا أيضا، واستعمل هو أيضا للأسف الشديد لغة القوة والسيف والضغط للوصول إلى أهدافه السياسية والدينية التي كان يهدف إلى تنفيذها. وبالرغم من ذلك فقد امتاز بصفات كثيرة ميزته عن الكثيرين من الأباطرة الذين سبقوه. كان يوستينيانوس العالم مدين بدين كبير لخاله الإمبراطور يوستينوس الجاهل الذي أتاح له أفضل المدرسين للقيام بتهذيبه وتثقيفه، وبذلك فقد حصل على قدر كبير من العلم والثقافة. وقد ساعدته هذه العلوم كثيرا في حياته السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وبالفعل يمكن كان بيحكم من الباطن، يعني حتى أثناء حكم خاله كان بيستعين به هو العقل المحرك والمدبر للأمور. وقد قاده ولعه بالتعمق في الدراسات الكتابية والعقائدية إلى السهر في مكتبة القصر الإمبراطوري، حيث كان يدعو عددا من الأساقفة والرهبان للحوار والمناقشة معهم في بعض المشاكل والقضايا الدينية. ولقد ظهرت ثمار تحصيله لهذه الثروة الدينية التعليمية. طبعا المؤرخ هنا بيمتدحه، لكن هو بالفعل كان دارس ما بننكرش. يعني يقول ظهرت ثمار تحصيله هذه الثروة الدينية التعليمية في كتاباته العقائدية التي كتبها فيما بعد. ده كتب في العقيدة كمان. فقد قام بوضع تشريع كنسي، وهو القانون الكنسي للكنائس الشرقية، في قوانين إلى يومنا هذا معروف قوانين جوستينيانوس. وما زالت بعض الكنائس التقليدية حتى الآن ترجع إلى بعض المواد التشريعية الكنسية الموجودة في كتاباته وتطبيقها. إن دراساته الكتابية والعقائدية وحماسته الدينية وغيرته على الكنيسة ونجاح رسالتها عمق فيه الشعور بمسؤولياته العديدة والضخمة إزاء الكنيسة والإمبراطورية. هو بس في نقطة ما كانش طموحاته أو اهتماماته الدينية الوجه اللي قوي، ولكن وظف الدين لخدمة أهدافه الإيه، وده اللي بيحصل في كل جيل. عشان كده الكل دلوقتي هتلاقوا يقول لك يسعى للدولة تكون مدنية، الدين لا يوظف، خصوصا في الشرق، حاجات قديمة. لقد تولى يوستينيانوس مقاليد الحكم كإمبراطور شريك لخاله يوستينوس في 4 أبريل 527 نزولا على رغبة مجلس الشيوخ بعد إصابة الإمبراطور يوستينوس بمرض خطير، وكان في 45 من عمره.
وفي حقيقة الأمر، فإن الإمبراطور العالم المثقف كان يشارك خاله في الحكم منذ مدة طويلة قبل ذلك. يمكن دي كان الوضع التوقيت الرسمي، لكن هو زي ما قلت لكم كان بالفعل من وراء الستار كان هو اللي إيه ليه دور في الحكم. قام الإمبراطور الجديد بعد تتويجه على الإمبراطورية البيزنطية بعدة تغييرات في الأمور الدينية والسياسية والاقتصادية، فقد شعر بالكارثة التي سببها الانقسام المحزن المؤلم الذي تتعرض له الكنيسة، والذي قد يقود الإمبراطورية إلى كوارث أبشع وأفظع. ولأجل هذا السبب فقد حاول بعد تتويجه بذل كل جهد لتوحيد الكنيسة وتوحيد الإمبراطورية، وكان يعد نفسه شخصيا لمواجهة هذه المشاكل العقائدية والسياسية وإيجاد حل لها. ولكي يعد نفسه شخصيا لمواجهة هذه المشاكل والتعرف على أبعادها وخفاياها، كان على اتصال مستمر بالقادة والساسة والرواد المحنكين سواء في الإمبراطورية البيزنطية أو الرومانية. خلي بالكم، كما كان ينظم في مكتبة قصر الإمبراطورية سهرات لدراسة بعض المشاكل مع بعض صفوة من الأساقفة والرهبان العلماء في عصره. كان الإمبراطور يوستينيانوس يشعر بشعور عميق جدا أكثر من أي إمبراطور بالتزامات إزاء الإمبراطورية والكنيسة، وهذا الشعور بالمسؤولية الضخمة الثقيلة قاده. طبعا ده تفسير الخضري اللي هو اللي بيقول كده، يعني قادوا إلى التدخل في تنظيم شؤون الأمور الخاصة بالدولة من حكم وتعليم واقتصاد وإدارة وحرب ودفاع ومالية. طب كل ده كويس ماشي، كما أنه تدخل أيضا بطريقة مباشرة وعملية في الشؤون الدينية، وده كان من أخطر ما يمكن. ولقد تدخل في شؤون الكنيسة وقيادتها لحل مشاكلها بطريقة لم يسبق لأي إمبراطور أن مارسها، وده اللي حصل قبل كده لما ماركيان وبلخاريا تدخلوا جت كوارث. فلقد ساعده تفهمه للمشاكل الدينية وخاصة العقائدية على التدخل في مناقشة المشاكل العقائدية مع قادة الكنيسة وحزبيها الرئيسين، خلق دينيين ولا خلق دينيين. ولم يكن تدخله في حل الصراع العقائدي قاصرا على الموافقة على قرارات المجامع والتوقيع على ما قرره الآباء. يعني من أيام قسطنطين لما تحصل مشكلة يدعو المجمع، واللي يقرروا أباء المجمع الإمبراطور يعتمدوا، لكن ده لأ، لم يكن قاصرا على الموافقة على قرارات المجامع والتوقيع على ما قرره الآباء، بل كان يتدخل تدخلا فعليا لتمكنه من العلوم الدينية والكتابية. فكان يكتب رسائل عقائدية يعرض فيها تفسيره الشخصي وتعليمه لبعض هذه العقائد، ففي أحيان كثيرة انتحل لنفسه سلطان التفسير وتحديد الأمور العقائدية وإصدار قوانين لتطبيق هذه التحديدات والتعريف الإيمانية دون رجوع إلى الكنيسة. وهنا نرى الفرق الكبير بين يوستينيانوس والأباطرة الذين سبقوه. كان الإمبراطور يوستينيانوس الخلقدوني متدينا كما كان متعصبا. مش أنا اللي بقول كده بقى، ده اللي هو الخضر اللي هو البروتستانتي نفسه بيقول كده، متدينا كما كان متعصبا ومتحمسا لنشر التعليم الخلقدوني مثل الإمبراطور أناستاسيوس الخلقدوني. لكن أناستاسيوس ما كانش كده، ما كانش بيتدخل العقائد، كان عنده تقوى وهو إيمانه أرثوذكسي، لكن ما خدش موقف عنيف مع أحد.
وقد أوحى هذا التدين الممزوج بغيرة تعصبية للإمبراطور العالم بأن مسؤوليته كإمبراطور متدين مسيحي ليس فقط السهر على حماية المسيحية والدفاع عنها عندما تتعرض للخطر، بل حاول نشر المسيحية في كل الإمبراطورية، مستعملا في بعض الأحيان الوعد والوعيد للوصول إلى هذا الهدف. ولذلك فقد قام بحملة اضطهاد عنيفة ضد الوثنيين والهراطقة، ودي مش من المبادئ المسيحية. على أنه لم يعتبر المنوفسيين، يقصد الأرثوذكس الذين قبلوا عقيدة الطبيعة الواحدة هراطقة، ما اعتبرش ان الأرثوذكس ايه هراطقة، بس الموضوع ده له سبب اخر هنعرفه كمان شوية، ما كانش بخطره، لانه كان يأمل في اقناعهم ورجوعهم الى حضن الكنيسة الام. فمع انه قام باضطهادهم الا ان الاضطهادات التي تعرضوا لها كانت اقل عنفا من الاضطهادات التي قام بها خاله يوستينوس، كان خاله أعنف منه، كما أنها لا تقاس ولا تقارن بالاضطهادات التي شنها ضد الديانات الأخرى الوثنية وبعض الشيعة المسيحية. كان الإمبراطور يوستينيانوس يعتبر نفسه مسؤولا رسميا وبطريقة مباشرة أمام الله والناس عن الكنيسة وعن الإمبراطورية، وبناء على ذلك فقد اعتبر نفسه أيضا الرئيس الأعلى للكنيسة وللإمبراطورية. ولذلك فقد عمل على توحيد الإمبراطورية من الناحية السياسية داخليا وخارجيا، وتوحيدها أيضا من الناحية الدينية، ومصالحة الحزبين الرئيسين الخلقدوني واللاخلقدوني. وهذا الشعور بمسؤوليته الثقيلة كإمبراطور مسيحي مسؤول عن وحدة الإمبراطورية والكنيسة دفعه إلى اتخاذ بعض القرارات والقيام ببعض المشاريع والأعمال المختلفة المتنوعة والتي كان لها ثمار، بعضها طيب وبعضها رديء جدا جدا. دي من عندي مش من عنده بقى. لكن ربنا بيوجد لإيه؟ من يلطف الجو، يقول لك لا يفل الحديد الا الايه، فربنا جاب له اللي اشد منه بقى. مين؟ اتجوز من سيودورا. ميخائيل الكبير يقول ايه؟ لقد اشرق يوستينيان الشيخ ابن اخته يوستينيان. شوفوا حتى المؤرخين الكبار يكرروا نفس الاسم، يعني بيخلطوا ما بين الايه الاسمين. وعينوا قيصرا وسلم اليه إدارة شؤون المملكه، وفي طريقه الى مملكه فارس في المشرق عرج على منبك، حيث تزوج هناك من تيودورا وهي ابنه قسيس ارثوذكسي الذي رفض اعطاء ابنته تحاشيا من الاختلاط مع الخلقدونيين. كان أبوها كاهن أرثوذكسي، فما كانش راضي يجوزها له عشان ما تختلطش مع الايه، حتى تعهد له بعدم إجبارها على قبول المجمع. وبعد 3 أشهر عاد إلى القسطنطينية، وتوفي يوستينيان الشيخ بعد حكم دام 9 سنين. طبعا سيودورا ملكة تقية ابنة كاهن كانت تتصف بالجمال الباهر طبعا والذكاء الحاد والإيمان الراسخ. المؤرخين قالوا هذا. الخلق دونيين بقى لما يجيبوا سيرتها
يصفوها دي أصلها مصرية وأصلها كانت بتشتغل مش عارف في إيه وكانت سيرتها مش كويسة واتجوزها ولمها وتابت، يشوهوا فيها تماما. لكن كل سيرتها تنطق بالفضل والتقوى والتمسك بالإيمان. وده المؤرخ اللي إيه القديم اللي قال سيرتها. احنا كده يعني لما حبيت اجيب لكم استعارنا لمحة عن تركيبة يوستينيان شكلها ايه ومين مراته الملك، لان الموضوع ده مهم في كل الاحداث اللي جاية بعد كده. هو بدماغه الضربة ديت كان له افعال صعبة، ومين كان يلملم ويعالج كانت سقدوره، ما كانش يقدر يرفض لها طلب ولا يقدر عليها، وكانت تستضيف في القصر ما يقدرش يقول بم يعني. فكانت من مراحم ربنا، عملت زي أستير كده في أيام الشدة والضيق. خلي بالكو، أنا طبعا قلت هوقف المرة دي ونستأنف بعد كده، لكن عايزكو تاخدوا بالكو في اللي هيتقال النهاردة عشان هيتبني عليه ايه بعد كده. بعد المحاولات اللي عملها الأباطرة دول كلهم وكلها كانت تفشل وتقاوم بشدة وعنف، الحاجة اللي لم تقاوم بشدة وعنف لما اتحد الكراسي كلها ما عدا روما، الدنيا كانت مستقرة، مفيش الناس راضية يعني. لكن الأباطرة معظمهم مصلحتهم إرضاء الغرب، روما. الشرق بطبيعته متدين ومتمسك، مش ممكن يرفض، مش ممكن يقبل ويعارض تعليم الآباء ولا سيما القديس كيرلس. الحل إيه؟ الحل ايه؟ يقول الامبراطور جوستينيان سرعان ما ادرك ان الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لمجمع خلق دنيا يحتاج الى ايجاد تسوية، وكانت خطته في ذلك هو أن يجعل الذين ينتقدون المجمع يقبلونه من خلال تفسير قرارات المجمع بالطريقة التي تهدئ من شكوكهم. انتوا بترفضوا المجمع ليه؟ لأنه ضد تعليم القديس كيرلس. مين قال كده؟ ده ماشي مع تعليم الايه القديس كيرلس، وبدأ فيه منذ ذلك الحين حملة قوية موجهة ومبرمجة ومهدفة
لتحوير وتأويل كتابات الآباء اللي هي بدأت بكتاب المقتطفات بتاعت مقدونيوس اللي بيحاولوا يجيبوا أقوال مبتورة ومؤولة للقديس كيرلس ويظهروها كأنها تتوافق مع خلق دنيا. فبدأ في تطوير للمصطلحات إيمان الطبيعة، إيمان الأقنوم، إيمان البروسوبون. يقصد القديس كيرلس بطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد أو متجسدة، تفسيرها إيه؟ إيه معنى الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي؟ وبدأ يبقى فيه المرجعية ما تبقاش أبائية، تبقى فلسفية. فلسفة الألفاظ اللي قال عنها القديس ساويرس إن مش ممكن تتحد الكنائس طالما هناك تلاعب بالألفاظ والمصطلحات. الاقتباس اللي هجيبه دوت من واحد اسمه أزبيرو جبور، كتاب اسمه سر التدبير الإلهي، وده من كنيسة الروم. يقول ايه؟ في الجدل الدائر منذ مطلع القرن السادس كانت مسألة كيفية اتحاد طبيعتين في يسوع الشغل الشاغل للصراع بين الأرثوذكس واليعاقبة. خلي بالكم، يقولوا على نفسهم الأرثوذكس ويقولوا علينا بقى مرة اليعاقبة أو السؤدسيين أو المنوفسيين الأقباط، وهناك الإيه؟ الأرثوذكس. احنا دلوقتي بندرس ايه؟ تاريخ الفكر الكيرلسولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين. الخلقدونيين بقى مذاهب كتيرة، كاثوليك وبروتستانت وبيزنطيين وما الى ذلك. فبيقول الشغل الصراع بين الأرثوذكس واليعاقبة، فظهر دفاع عن خلق دنيا بقلم يوحنا النحوي، وذلك في كيليكية السورية، فكان له بعد كبير في التوفيق بين خلق دنيا وكيرلس، بين خلق دنيا وكيرلس. كتاب اسمه ايه؟ يوحنا النحوي، اللي كتبه يوحنا النحوي. وبرز في الصف الأرثوذكسي ايضا افرام بطريرك انطاكيا ولوانديوس الأورشليمي، وكمان شويه هنلاقي لوانديوس البيزنطي. شوية أسماء ما هتكونوا سمعتوا بيهم قبل كده. مين اللي بيقول؟ هم، مش احنا اللي بنقول اللي مين اللي بيوفق. اللي حضر فيكو المحاضرة التمهيدية والفرق بين مدرسة أنطاكيا ومدرسة الإسكندرية، هقرأ لكم فقرة من الكتاب. أنا بستبق، معلش هستبق شوية، لكن المواضيع دهيت هنشرحها بالتفصيل الشديد في المحاضرات القادمة. هندرس المصطلحات، أبائنا قالوا إيه،
وإيه اللي تطور وبيقولوا إيه، مرجعنا إيه في مصطلحاتنا ومرجعهم إيه. معنى الطبيعة الواحدة اللي قالها القديس كيرلس تفسيرها إيه وهم يفسروها إيه. معنى الاتحاد الطبيعي إحنا نقول إيه وهم يقولوا إيه. دي كلام الحاجات القديس كيرلس. الاتحاد الأقنومي ماذا نتج عن جعل الفلسفة مرجعية مش أقوال الآباء وكتاباتها؟ الثمار بتاعت الفهم الجديد والتفسير الجديد اللي هو معروف الفكر الخلقدوني، ما بقاش نسطوري. النسطوري مباشر وواضح، لكن ده بيحاولوا يلبسوا بتأويل الآباء. بدل ما يوفقوا نفسهم على كتابات القديس كيرلس بيحاولوا يوفقوا القديس كيرلس على مقررات وتحديدات الإيمان الخلقدونية بالتطوير والتأويل. ماذا نتج؟ زي التأله، زي المعرفة والجهل. ما الفكرة مش مجرد خلاف فكري فلسفي، لا، ازاي هنفهم الكتاب المقدس ونفسره ازاي؟ فايه هتبقى نقط الخلاف الرئيسية؟ فهنبدأ اولا، انا قصدت اقول لكم رؤوس النقط دي لان انا اعلنت موضوع الكورس الأرثوذكس ونقاط الخلاف مع الخلقدونيين. فهيبقى فيه المصطلحات، طبيعة الوحدة، الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي، بعض كتابات القديس كيرلس، الخلقدونيون وكتابات القديس كيرلس. ما زال في الرسائل بصفة خاصة اللي اتكتبت بعد مصالحة 433 يقولوا ان احنا بنفهمها بطريقة مختلفة. ده بالإضافة للمصالحة، بس المصالحة احنا شرحناها بالتفصيل. هذه ايضا نقطة خلاف. يبقى من نقطة الخلاف الرئيسية مصالحة 433، المصطلحات، تفسير ميا فيسس تسيئولوغوس ساركوميني أو ميا فيسس تسيئولوغوس ساركومينو زي ما قالها البابا أثناسيوس، وليه البابا دي كيرلس قالها كمان بطريقة مش ساركومينو بس ساركوميني، ليه قال كده، والقديس ساويرس بيشرحها. الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي والخلقدونيون وكتابات القديس كيرلس وتاريخه أيضا، دي هتكون موضوع المحاضرات القادمة. نعم؟ مش هتفرق. ما هو كل اللي فات انا بعتبره كورس واحد على فكرة، قلتها اكتر من مرة، قلت الكورسات اللي بنديها يعتبر موضوع معين بس على حلقات يعني، فمش هتفرق. بس انا مش هقول كورس جديد لان ما زال ماشي يعني مش هتفرق. هنمشي. انا اسف طبعا ان الخطة في تقسيم الوقت ما كنتش موفق فيها لان مش قادر اظبط الحجم مع الوقت الحقيقة، والموضوع مفتوح وكبير. كنت عايز اكروته واخلص المرة دي، معرفتش. وبعدين فوجئت ان الاهم ده لسه،
يعني احيانا في عنصر، يعني احد العناصر اللي قلتها ديت ممكن لوحده يبقى كورس. فاحنا قلنا ان هم قالوا ان في محاولة ظهر دفاع عن خلق دنيا بقلم يوحنا النحوي، وده كان البداية القوية، والكتاب ده رد عليه القديس ساويرس ولم يترجم إلى لغة حية حتى يومنا هذا. لكن قمنا بنعمة ربنا بترجمة جزء كبير منه، وجدت في اقتباسات مترجمة منه أيضا في كتب أخرى، ولا سيما في كتاب إعادة فحص. فوجئت إن يعني إن في كتابات للقديس ساويرس من كتاب كونترا جون جراماتيكا. فالحاجات دي هنقولها بالتفصيل في محاضرات قادمة. فبيقول برز بقلم يوحنا النحوي توفيق بين خلق دنيا وكيرلس، وبرز أيضا إفرام بطريرك أنطاكيا ولوانديوس الأورشليمي. في واحد تاني اسمه لوانديوس البيزنطي. دول كلهم ظهروا في عصر جوستينيانوس، لأنه حط هدف قدامه لازم عشان يبقى في واحدة في توفيق عشان ما يبقاش في مقاومة، وفي المقابل قطع لسان القديس ساويرس، حرق كتبه وغيره، يسكت اللي يقدر يتكلم، ويبقى الناس العاديين. ده القديس كيرلس اللي بيقول كده، ده قول كيرلسي. حد يقدر يقاوم القديس كيرلس؟ فينسب لإيه؟ التعليم للقديس كيرلس، من غير ما يبقوا عايزين حد يوضح. خلي بالكوا بقى، هو نفسه بيقول خلاصة رأي لوانديوس البيزنطي، وشوفوا مرجعياته ايه. بيقول لوانديوس البيزنطي متأثر بإفجاريوس وأوريجينوس، قال بأن كلمة الله موجود سرمدين ويتحد به أزليا، النوس الروح هو المسيح، كل الأرواح سقطت بدرجات مختلفة، نوس المسيح لم يسقط وإنما اتخذ جسدا وينصرف إلى تحليلات فيها قرابة من النصرية وتأثير أرسطوي من أرسطو. يقول بوجود طبائع ذات أقنوم وبطبائع ليس لها أقنوم. وكان قال قبل كده الموضوع ده أبوليناريوس، قال ان اللاهوت حل محل الايه؟ الجسد، وربط الاقنوم بالروح، فقال ان يعني كان من غير اقنوم. معلش ممكن البعض ما يفهمش، بس هنقول وبعدين يعني هنشرح بالتفصيل بعد كده. يقول بوجود طبائع ذات اقنوم وطبائع ليس لها اقنوم، وانما تقنمت في سواها. وعشان نقول الكلام ده لازم نكون عارفين الأول المصطلحات، إيه معنى الطبيعة وإيه معنى الأقنوم. احنا قلنا بحسب تعريف أبائنا ببساطة، الطبيعة هي الصفات المشتركة اللي بنشترك فيها كلنا كطبيعة بشرية. الأقنومية هي السمات اللي بتفرج لي هذه الطبيعة وبتخليها كيان ملموس قدامي، وهذه السمات مرتبطة بالطبيعة. إذا كانت طبيعتي بشرية فهتبقى سمات بشرية فيها تفريد لطبيعتي، لجسمي شكله إيه، لونه إيه، وزنه إيه، عقلي سلوكي وفكري واتجاهاتي إيه، دي كلها اللي بتديني الإيه الفردية. فلما أقول في طبيعة بدون أقنوم إزاي؟ أنا بتكلم على حاجة معنوية ولا حاجة واقع ملموس؟ يقول لك تقنمت في سواها. ازاي تقنمت في سواها؟ كلام فلسفي.
يقول بوجود طبيعة ذات أقنوم، وطبيعة ليس لها أقنوم وإنما تقنمت في سواها. الطبيعة الإلهية والجسد مقنمان، الأقنوم هو النوس أي المسيح، تم اتحاد الإلوهية والجسد بواسطة النوس. طبعا هذا ضلال مبين، لأن بيتكلم على لو أنديوس البيزنطي كان متأثر بفلسفات مش مظبوطة كده، ضلال مبين، وده صح، لكن مش كله ضلال بالنسبة لهم. لذلك اعتبره معاصروه وكل المعاصرين الآن أوريجينيسيا هرطوقيا. ويتساءل إيفانس عما إذا كان إنكار أبوليناريوس لوجود نوس في ناسوت السيد المسيح متأثرا برد الفعل على الأوريجينيسية، هذا الضلال لقى مقاومة ممتازة من لوانديوس الأورشليمي. كان في لوانديوس البيزنطي ولوانديوس الإيه، لكن الفكرة بدأت إزاي؟ في لوانديوس البيزنطي قال حاجات وفيها لخبطة شوية مش راكبة، فلوانديوس الأورشليمي شوف هيقول إيه. الذي يرجع الفضل إلى ريتشارد في اكتشافه لنا والإمبراطور جوستينيانوس والشاب القوي من المجمع الخامس المسكون الذي بدأ لآباء الكنيسة التاليين لهم. المهم بيتكلم يقول لك أنه ضرب البدعتين معا على منارة في المجمع السادس وانتهينا. خلي بالكم الحتة الجاية دي، وانتهينا إلى القول بأن كلمة الله الموجود سرمديا اتخذ من مريم طبيعة بشرية لها جسد وروح عاقل، وهذه الطبيعة هي بلا شخص ولكنها طبيعة بشرية تامة كالطبيعة التي نراها في الأفراد. لو كانت شخصا لما كانت طبيعة عامة، لو كانت شخصا لما كانت طبيعة عامة، يعني خد طبيعة ايه عامة. لو كان الشخص اللي كانت طبيعة ايه لما كانت، ولا نحصر الخلاص بفرد واحد. ولما كان يسوع عدم السن الذي يتجدد ويلد فيه جميع الناس، لكن هذه الطبيعة تحتاج في وجودها إلى مسند، فإن كانت بلا أقنوم، بلا أقنوم، فإن مسندها الأقنومي هو أقنوم كلمة الله. إيه هو تعريف الأقنوم؟ مسند هذا الأقنوم الأزلي الذي يحوي سرمدين الطبيعة الإلهية وصار في الزمن يحوي أيضا الطبيعة البشرية. ومفهوم الاحتواء والتملك هذا مفهوم آباء قديم نراه بخاصة لدى الكبدوقيين، مش موجود عند الكبدوق. الطبيعة الإلهية لا تقبل تأليفا ولكن الشخص يقبل التأليف. بعد التجسد أقنوم يسوع يتألف من طبيعتين، لاهوته غير قابل للآلام، وإنما نستطيع أن ننسب الآلام إلى أقنومه الإلهي مع أن ناسوته هو الذي تألم. واتحد ناسوته بلاهوته اتحاد أقنومي، بينما نتحد نحن بالله بواسطة النعمة. وبهذه الصورة ينحل معنى إشكال لاهوتي كبير جدا. فالطبيعة الإلهية الجوهر الإلهي مشترك بين الأقانيم الثلاثة، يملكه كل منهم بتمامه بدون أي تجزئة بينهم، هو بتمامه للآب وبتمامه للابن وبتمامه للروح القدس. إن قلنا أن الطبيعة الإلهية تجسدت نكون قد قلنا أن الثالوث القدس قد تجسد، ولكن إن قلنا أن أقنوما من الثالوث القدس قد تجسد فإننا نحصر التجسد بشخص ابن الله. طبعا نبقى في حدود السر الإلهي الذي لا تدركه أفهم الملائكة أنفسهم، بل تسجد له خاشعة في صبح دائم. يعني بدأوا يقولوا أبائنا كانوا يتهموا خلق دنيا إن أنتوا قلتوا طبيعتين بفعلين وإرادتين ومشيئتين. طب الفعل والإرادة والمشيئة دي من الصفات الإيه؟ الأقنومية. يبقى شيء طبيعي طبيعتين بأقنومين،
إن مفيش طبيعة من غير أقنوم، فعشان ينفوا عنهم النسطورية قالوا الطبيعة البشرية من غير أقنوم وطبيعة عامة، لأن ما جاش يفدي فرد واحد. يقول: ومر معنى أن الكابادوقيين والكنيسة غربا وشرقا قبله في القرن الرابع ترادف اللفظتين في عقيدتنا الثالوثية، إلا أن الأمر تأخر بالنسبة لعقيدتنا الخرستولوجية في المسيح حتى القرن الخامس. في المصطلحات يقول تأخرت للقرن الايه، لما حددوا لها مصطلحات جديدة. وينسب لفظ التقنم إلى لوانديوس البيزنطي. كلمة التأقنم أو التقنم لم يقل بها أي أحد من الآباء، أول من قال بها مين؟ لوانديوس البيزنطي، اللي هما بيعتبروه مش كويس، ولوانديوس الأورشليمي عدله. ويعني مش هدخل في تفاصيل أخرى دلوقتي. بينما وردت قبلا لدى أبوليناريوس وأبيفانيوس القبرصي، إلا أن لوانديوس جعل منها مصطلحا لاهوتيا أساسيا في مذهبه، انتزعها من لوانديوس الأورشليمي وطهرها من أدران الأفلاطونية والأورجانيسية، يعني كلها حاجات فلسفية بحتة. فمن عام 451 لعام 532 تفشت البلبلة اللاهوتية والجدل الحامي الوطيس أحيانا والفاتر أحيانا أخرى، لكن السنوات من 532 ل 536 شهدت نشاطا لاهوتيا واسعا في الأرثوذكسي، لمع فيه نجم لوانديوس الأورشليمي وأفرام الأنطاكي، وانتهى في المجمع الخامس 532 ل 536. طبعا جوستينيانوس نظرته عشان يوحد الدنيا لازم كان يعمل توفيق بين خلق دنيا، أو يوفق بمعنى أصح الآباء على خلق دنيا. كانت إدارة جوستينيان في سياسته الكنسية ذات وجهين، مثل الإله الروماني جنوز ذو الوجهين. الوجه الأول متجه نحو الغرب يسأل الإرشاد من روما، انتوا عايزين ايه؟ الوجه الاخر ينزل الى الشرق يلتمس الحقيقة من الرهبان السوريان والمصريين، سعى من ناحية الى ارضاء روما من اجل ان يحظى بتأييدها في خطته لاعادة اخضاع الغرب للامبراطورية. وجوستينيان الذي بنى كاتدرائية القديسة صوفيا لم تكن لديه القدرة ليفرض على الناس الأفكار التي ينبغي أن يعتنقونها فيما يخص طبيعة التجسد الإلهي. طبعا لما بدأ يتجه الاتجاه دوت، فبدأ بالقادة الموجودين، عايز يجمعهم عشان يعمل إيه؟ وحدة. فكان جوستينيان قد أرسل دعوة خاصة إلى البطريرك ساويرس، ولكنه رفض، وكتب رسالة إلى الإمبراطور يشرح له فيها أسباب عدم ذهابه إلى العاصمة. رغم فشل المناقشات عام 532 استمر الإمبراطور جوستينيان في الضغط على البطريرك ساويرس ليزور العاصمة، عايزه يروح من أجل المشورة. قالوا تعالى عايزين نشاورك في إيه؟ في حاجة. وفي النهاية أذعن البطريرك ساويرس لرأيه، وعندما وصل إلى القسطنطينية قوبل بمنتهى الاحترام والإجلال من الإمبراطور والإمبراطورة
ومن الجدير بالذكر أن دعوة جستينيان للرجال غير الخلقدونيين للمناقشة كانت بتأثير من زوجته سيودورا التي كانت تساندهم. كان في الوقت ده طبعا على كرسي أنطاكيا، لكن من في القديس ساويرس الأنطاكي على كرسي القسطنطينية جه واحد أرثوذكسي اسمه أنتيموس. ميخائيل الكبير يقول إيه؟ لقد أولى الملك اهتماما بسلام الكنائس، ولولا التعثر الذي بسبب الأخطاء لكانت الملكة المؤمنة يودورا قد اهتمت أكثر بسلام الكنائس، فقد كانت تحس الملك على ذلك وتستقبل المضطهدين وتقيتهم مدفوعة بروح الإيمان والمحبة. وكان قصر هرمزدا الكبير يعيل أكثر من 500 رجل سرياني ويوناني من الذين طردوا من أديرتهم ويحظى ببركاتهم. وعندما حضر القديس البطريرك يقصد القديس ساويرس إلى العاصمة أوته في القصر الملكي لعدة سنوات برفقة البطريركين سيودوسيوس وأنتيموس وعدد من الأساقفة المضطهدين، وكانت ترسل إلى جماعات المضطهدين أموالا لإعالتهم، وفي مكان المجمعيون يخلقون إشاعات كاذبة لتشويه سمعته كانت تطمئنه بحكمتها، كما حققت أشياء أخرى كثيرة للأرثوذكسيين بدافع إيمانها. طبعا القديس ساويرس ذهب أخيرا. معلش فيه أنا ما بقتبس من حاجات متنوعة، ممكن في أجزاء بتتعاد بس بيبقى فيها إضافة أو حاجة تاني. بيقول كان أبي فانيوس أسقف القسطنطينية الذي جاء بعد يوحنا قد مات في يونيا عام 535، وخلفه على كرسي القسطنطينية أنسيموس الذي كان أسقفا على كذا. وكان أنسيموس كما يذكر فريند عضوا في الوفد الخلقدوني الذي اشترك في اجتماعات 532، كان عمل اجتماعات ومؤتمرات عنده اللي هي كان رفض القديس ساويرس يحضر في الأول يعني. وكان متعاطفا مع الموقف غير الخلقدوني، وقد التقى مع البطريرك ساويرس عن طريق الإمبراطورة، وأصبح الاثنان صديقين مرتبطين ببعضهما البعض في الإيمان، وكون مع البابا سيودوسيوس بطريرك الإسكندرية ثالوثا معارضا لمجمع خلقنيا. وكانت هذه بحق فترة انتصار قصيرة للجانب غير الخلقدوني، وبحسب كلمات مزبيرو التي أوردها فلان كانت عاصمة الإمبراطورية في بداية 535 تتخذ بصورة ما نفس الشكل التي كان لها في فترة حكم الإمبراطور أناستاسيوس. لما راح القديس ساويرس وكان زائع الصيت، مين الشقي قبله؟ أنسيموس اللي هو جه أسقف على القسطنطينية جديد. فطلب من الملكة الإمبراطورة إنه مشتاق يشوف ساويرس. فبيقول ميخائيل الكبير إيه؟ عندما كان القديس ساويرس مقيما في دار الملكة ثيودورا اشتاق أنتيموس بطريرك المدينة إلى رؤيته، فأذنت له الملكة بعد التعهد المذكور أعلاه فاستأذن وحضر، وبعد أن جلس أذن له بالصلاة، وكان هذا إشارة إلى اليقظة الروحية.
فلم يصلي قط هذا الحارس الأمين للإيمان المستقيم مع الهراطقة. ولما صلى أجاب القديس آمين. فلما وقف بيصلي بيبقى فيه تعبيرات إيمانية تعبر عن إيماننا الأرثوذكسي. فلقى أنتيموس بيرد يقول إيه؟ أمين، يعني إيه؟ يصدق عليها يعني. وبعد أن جلس قال له القديس: إني أثني عليك، استكاد تكون غير ميال إلى الأمور الجسدية، وإني أصلي من أجل أن تزهو بإيمان يثمر ما يغذي إنسان الله، الأمور التي إذا خلأ أحدها من آخر غدا عديم الجدوى. فقال الشيخ للقديس: إني لم أقبل تحديد الإيمان الذي أصدره مجمع خلق دنيا، بل وافقت على طرد نسطور وأطيخة. قال له الملفان، الملفان يعني العالم يقصد بمين؟ القديس ساويرس: من الضروري أن تشهد على إخراج الهراطقة وتتمسك بالإيمان المستقيم وتقرع الخصوم بالتعليم السليم بحسب تشريع بولس الكبير. ثم استطرد: إن لم يكن للمرء إيمان قويم لا يستطيع أن يميز أو يوبخ أحدا ممن يظلمون إيمان بطرس وينزع عنهم ذلك السلطان الذي أعطاه المخلص في أعقاب الاعتراف به: أعطيك مفاتيح السماء، فكل ما ربطت على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما حللت على الأرض يكون محلولا في السماء. فالمجمع والحالة هذه يكون قد ظلم إيمان بطرس، إذ لا سلطة له على الحل والربط أو التمييز. فلما سمع الأسقف هذه الكلمات ورسخت في ذهنه جيدا، خرج للحال تاركا كل شيء، الكرسي والمنبر والكرامة والمجد، وانضم إلى صفوف المضطهدين، لا سيما هو بطريرك وملفان. في الوقت ده يعني القديس ساويرس استدعوه يروح القسطنطينية، وهو هناك بطرق القسطنطينية الجديد أعلن إيمانه وتمسكه بالإيمان الأرثوذكسي. كان في الإسكندرية، رغم أن الجو هادي في إسكندرية أهدى من أي مكان تاني بسبب رسوخ الإيمان، إلا أن موضوع يوليانوس أو يوليان الخيالي دوت كان عامل شوشرة شوية. فبعد نياحة البابا تيموساوس الثالث في 7 فبراير سنة 35، بعض اللي هم موالين ليوليانوس دوت جابوا واحد له نفس الفكر اسمه قيانوس، وأقاموه بطريرك في 10 فبراير، غير أن الفريق الذي كان في جانب البطريرك ساويرس كان قام بسيامة سؤدوسيوس خلفا لتيموساوس. يعني سؤدوسيوس اترسم الأول سيامة قانونية، وراحوا جابوا دول، يعني عملوا ايه كده؟ بقى في 2. لما حصل الخلاف دوت ان الارثوذكس جابوا البابا سيودوسيوس واتباع يوليانوس جابوا واحد ورسموه، الامبراطور ارسل وطرد بعد ما تحقق من الامر بأوامر من الإمبراطور، قبض عليه على قيانو الزوت،
وأصبح مين اللي موجود ومعتمد؟ البابا ثيودوسيوس. وكان في قوة عسكرية إمبراطورية تقوم بحراسة البطريرك ثيودوسيوس. بعد أن طرد قيانوس أعيد البابا ثيودوسيوس إلى الكرسي مرة أخرى بمعونة مين؟ الإمبراطور. يتري كان بيرمي القدام الإمبراطور، فقال يعني شو بقى اللي كانوا بيقاوموك ورسموا واحد تاني وعاملين لك يعني انقسامات، أنا حسمت لك الإيه الموضوع، هو تعال بقى وقع على مجمع خلق دنيا. لكن بعد ما اطرد قيانوس أعيد البابا ثيودوسيوس الكرسي مرة أخرى، ولم يمر شهر بعد ذلك حتى كان البابا ثيودوسيوس عقد مجمعا أعلن فيه أن مجمع نيقيا ومجمع أفسس وحروم البابا كيرلس الاثنى عشر كانت بإلهام إلهي، وأن مرسوم الاتحاد الهينوتيكون هو وثيقة تهدف إلى استبعاد مجمع خلقدونيا وتوماس لون من الكنيسة. وقد أرسل المجمع خطابا إلى البطريرك ساويرس معبرا عن اتفاقه معه، فرد البطريرك ساويرس في 25 يوليو موافقا على الموقف الذي تبناه المجمع ومؤيدا البابا ثيودوسيوس في مساندته له ضد ديوليان. لكن بعد أن جلس ثيودوسيوس على الكرسي طلب إليه الملك أن يقبل المجمع مجمع خلقدونيا فرفض فنحاه، لكن ثيودوسيوس كان لا يزال على كرسيه. فبيحكي ميخائيل الكبير يقول كان ثيودوسيوس لا يزال على كرسيه حين كان القديس ساويرس يشتهر في البرية، لقد أجلس الطباوي أنتيموس على كرسي القسطنطينية، ولما طلب إليه قبول المجمع رمى بجبته وترك، فأخفته الملكة تيودورا لمدة 12 سنة. هنا القديس ميخائيل الكبير بيكمل اللي حصل مع أنتيموس لما أعلن أرثوذكسيته والإمبراطور غضب فقلع الجبة وادهاله والملكة خبته. بعت خده البابا ثيودوسيوس لما رفض، الإمبراطور بعت إيه؟ استدعاه. لما ترك ثيودوسيوس كرسي توجه هو للآخر إلى العاصمة وأقام في بلاط الملكة، كانت هي الحامية بتاعت الأرثوذكس، وكان البطارقة التلاتة يتبادلون الأحاديث مع بعضهم البعض. مين بقى التلاتة موجودين؟ البابا ثيودوسيوس والقديس ساويرس والأسقف أو البطرك أنسيموس اللي هو كان بتاع القسطنطيني. بدأوا يتبادلوا الأحاديث مع بعضهم البعض، وبعد استدعي القديس ساويرس بأمر الملك والملكة من أجل سلام الكنيسة، ظل سنة ونصف يعلن حقيقة الإيمان. طبعا كان هناك يوستينيانوس مجهز الدنيا بالناس اللي بيحاولوا يعملوا التوليفة اللي أشرنا إليها. مين كان موجود بقى؟ القديس ساويرس. فظل سنة ونص يعلن حقيقة الإيمان ويكشف عن تجاوزات مجمع خلقدونيا، فجمع الملك نخبة من المجادلين لإقناعه فخيب أملهم مرات عديدة وأثبت أنهم منشقون وضلون، لكنهم لم يرتدوا عن غيهم، لذا استأذن وعاد مع الرهبان الذين رفقوه فيه. وهم قاعدين هناك بقى بدأوا يتبادلوا الرسائل، بس أنا مش هقولها لكم، هحاول أختزل، هي موجودة في مخيل الكبير.
والهلكوة اللي تقروها انتوا خلاص في الكتاب ميخيل الكبير متاح دلوقتي الكتب ديت. في رسالة للقديس ساويرس وهي جواب للقديس أنسيموس، أدي واحدة. في جواب البابا سيودوسيوس للقديس ساويرس، هقول لكم شوفوا بس بيقول له ايه في الاول. يقول له: حسن جدا ايها الاب الذي احب بالمسيح اكتر من اي اسم اخر، وحافظ الايمان الطاهر غير المتزعزع. طوبى لزماننا الذي راى تثبيتكم لكنائس الله المقدسه، ونحن ايضا لنا رجاء صالح واملنا انكم تتمتعون بمثله بلا لوم. لقد عرفنا فضائلكم، لكني لا أعرف بأي منها أبدي إعجابي. أولا، فإذا أردت أكمل ولا يعني حلو الكلام ده، يعني أحسن من النكد التاني. فإذا أردت أن أبدي إعجابي بسيرتكم الحسنة لرأيتني أن الكلمة تنقصني، إن فضيلة العفة تجذبني إليها وتطلب مني بعدالة صفاء الإيمان الأرثوذكسي المجيد، ومثلها ما تعانون من أتعاب الدنيا من أجل الله وأسفاركم من مكان لآخر. وقد فضلتم احتمال كل شيء عن أن تغيروا الإيمان المستقيم، وهتفتم أكثر من مرة مع بولس: من يفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيقة أم اضطهاد؟ أو في أي كفة نضع حقيقة تعليمكم لكي يغزى الضالون ويستأصل الغش وينجز الأفكار الجيدة في الإيمان ويرسخ في الإيمان القويم؟ ويبدو لي أنني أسمع المسيح الله يقول عنك ما قاله النبي الله أرميا: قد جعلت كلامي بفمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. ثم ما قاله عن بولس أنه إناء مصطفى لي ليحمل اسمي أمام الملوك والشعوب والممالك وأمام كل إسرائيل. هذه هي مزاياك أيها الأب، وقد يكون الإعجاب بك سهلا، لكن تطبيقها بكل عدل ليس يسيرا. لا ده كبيرة. في يقول له: أما بالنسبة إلينا أيها الأب القديس الجليل، فأقول: نحن الآن نحتمل المزيد من الضيقات والمضايقات من الناس، حيث أن مؤامرات قاسية تحاك ضدنا. فإما أن نهرب ونترك الكنيسة المقدسة ونفسح للغير المجال أن يضلوا الكنيسة هنا، أو نحتمل الاضطهاد منهم. كنت أود أن أطلعكم على هذه كتابة لأنكم تتألمون معنا كثيرا. نحن نلح عليكم لتصلوا من أجلنا، ولكن ليس من قبيل إضافة عبء على عبء وثقل على ثقل. وإذ أقول هذا فإني أشير إلى الحاجة القصوى، إلى صلواتكم البرة. ولئن لا تدرك أهمية صلواتك ودعواتك لله من أجلنا لقد فقدنا الرجاء من مدة طويلة. لا انتقاصا من حقيقة الإيمان حاشا، ولا فطورا في زخم الجهاد من أجل الإيمان القويم. نحن نفضل أن نطرد من بلداننا ونحتفظ بالصالحات. في إجاباتي لأسئلة الخلقدونيين استشهدت بكلماتكم الحكيمة، وما زلت. لابد أن عبيد الله الحكماء قد وصلوا إليكم. وقلت وبكل دلة إني أفضل أن أحتمل صنوف العذاب ولا أترك شيئا من تعليم وعادات الآباء الذين اعتمدوا العناية الإلهية لتثبيت الإيمان الرسولي الحقيقي وعدم تزييفه، ورد وتقريع كل كلمة بطالة ودنسة.
اقرأ السلام على الإخوة بطرفكم الذين معي يقرؤون قسم السلام بالرب. أصلي إلى الله من أجل أن تدوم معافي وذاكرا إياي. دي رسالة مين لمين؟ البابا السادس القديس ساويرس. نقول لكم فقرات فاكهة كده يعني. إلى البار والطاهر في كل شيء أيها الأخ والزميل في الخدمة رئيس الأساقفة ماريس أودوسيوس. السوريان عادة يقولوا مار فلان كده. سلامنا بالرب. قال الروح في سفر القضاء عن الأسباط. خلي بالكم بقى شوفوا تعبيرات القديس ساويرس يعني. لقد حس سبط يهوذا سبط شمعون أخيه على الشركة في الحصة ملتمسا منه مساعدة أخوية. بهذه الكلمات قال يهوذا لشمعون أخيه هلما لنشترك بحصتك. فوافق شمعون. أما أنا فلا أحس رئاستك الأخوية وقداستك على الاشتراك في حرب أو قتال، ولا أطلب يد العون من أجل حصة الإرث، بل بالأحرى أسأل شركة الأمن والسلام من أجل وحدة الكنيسة التي اقتناها المسيح بدمه زيادة في المعجزة. إن القديس أنسيموس رئيس أساقفة كنيسة القسطنطينية أصابته حصة الرعاية، فحطم وساق وسهام الهرطقة المرة، وعنف يوما ما زمرة النفاق، وتمسك بالشركة معنا مؤمنا إيمانا سليما نقيا دون أن تكون له أي شركة مع الخصوم. وقد تحدث عنهم كثيرا وأرسل إلى ضعف رسائل عهد الشركة مبينا استقامة إيمانه بصورة صحيحة، وحرم بصور قاطعة كل هرطوق أو غريب. وإن آراءه ليست بعيدة عن وصايا الرب وأوامره التي خلفها لنا الآباء القديسون كشرائع مقدسة، والتي علينا جميعا أن ننظر إليها بعين التأمل مثل أيوب الخبير بالعمل والفضيلة، فنقول عندما أنظر العدالة لا أتوانى. لذا فإنني سعيت إلى هذا العمل الذي تم بإرادة صالحة وكأنه عطية إلهية. قول الكتاب المقدس اليوم عرفنا أن الرب معنا، لكي تعرف جميع الشعوب الأرض أن بأس الله شديد. هذا ما جاء في سفر يشوع بن نون. وكان من الواجب أن يكون القديس أنتيموس أول من يقصد كرسيكم الإنجيلي ويقدم لكم ضريبة الموافقة، فإن ما غير النظام هو اضطراب الأحوال وبعد المسافة وسرعة الأعمال، حيث تم هذا بصورة سرية. فإني كخبير في الشؤون اللاهوتية أدرك الحدث الذي أورده يوحنا اللاهوتي دون سائر الإنجيليين، أن التلاميذ كانوا يغلقون الأبواب لدى اجتماعهم خوفا من اليهود، وأن الرب يسوع ظهر لهم داخل العلية بأعجوبة والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال السلام لكم. لقد أرفقت صورة اعتراف الخطية واعتراف محب الله رئيس الكهنة المذكور أعلاه خوفا مما قد يحدث من قبل الهراطقة اليهود، وأكدت ذلك على قداستكم. لقد أخبرني القس بنطس والقس الطقي والوكيل تومتس، ممكن يكون تومس، بأمر هذا التدبير، وقد اشترك معنا هو أيضا بهذا العمل الذي تأكدت من أن تقواكم ستفرحون به، لا سيما لدى عثوركم على نسخ العهود الرسمية. اعلم أيها يا من هو أحب إلي من كل أحد أن المطاليب الخلقدونية لا تختلف عن سحر العموني الذي أراد أن يقيم عهدا مع بني إسرائيل الذين قالوا أعطنا عهدا فنعبدك. فأجاب بكل قساوة وخشونة إني أقيم بشرط أن تقلعوا أعينكم اليمنى وأجلب العار على إسرائيل.
نحن بحاجة ماسة إلى اليقظة وإلى إيمان غير قابل للتغيير، وإلى الصلوات والدعوات لألا ينام وينعس حافظ إسرائيل ويرد العار على الموسرين والمتكبرين لكي لا يلحق الهزء والعار بالذين حولهم. وحيث رتل داود في الذين يسقطون عن الروحيات ويفقدون الماديات، فليس هناك من حقيقة لدى عديم الإيمان وأعضاء الله، أما أنت فتدرك هذه الأشياء باعتبارك خبيرا بالشؤون اللاهوتية. رسالة أنتيموس للبابا سيودوسيوس. إلى القديس البار زميلنا البطريرك مارس أودوسيوس، إن المسيح إلهنا دعانا دعا البسطاء والصيادين ليجعلهم رسلا ومعلمين كما سبق، ودعا من رعاة المواشي ليكونوا ملوكا وأنبياء، ذاك الذي اختار الضعفاء والمنبوذين كقول الرسول الإلهي: دعاني أنا الآن أنا الضعيف لهذه الخدمة الروحية، بموجب الأحكام التي يعرفها لأكون رئيسا لكنيسة القسطنطينية. وعندما أتذكر أنا الخاطئ كلمات الرب الحسقيال النبي إذ يقول: وأنت أيها الإنسان قد جعلتك رقيبا على إسرائيل، فإن سمعت من فمي عليك أن تسبق وتحذرهم مني وتقول للخاطئ إن أخطأت تموت موتا، وإن لم تحذر الخاطئ ليعود عن ذنبي فيحيا فإنه يموت بذنبي، وأما دمه فأطلب منك. كتيرة طبعا. وفي رسالة البابا سيودوسيوس لأنتيموس بيقول له: مثلما يوجد رئيس كهنة حكيم ويقص، فإنك تظهر واضحا في عملك أمام الله المخلص خالق الكل، وأنت تهتف مع أرميا النبي الإلهي: أما أنا فلم أتعب السرت وراءك، ولم أشتهي يوم الإنسان ما لم تساهم بكرامة الإنسان. إيه اللي حصل؟ طبعا هم كانوا الآباء القديسين دول، دي يعني سرحنا كده في جو روحي حلو بين الرسائل القديسين، وجود القديس ساويرس هناك وجود الثلاثي دوت جنن البعض، وخافوا ان الامور تيجي بالعكس. ومين بقى اللي قلقان قوي؟ اللي كانت حط بطرك لأنطاكيا في مكان القديس ساويرس. قال لك الله، ده ممكن دلوقتي ايه يرجع، يبقى هيروح فين؟ فحصل ايه؟ يقول الكاتب: لم يكن من الممكن ان يدوم انتصار الجانب غير الخلقدوني طويلا، فقد ادت اقامة البطريرك ساويرس في العاصمة لمدة 18 شهرا متمتعا بضيافة الزوجين الامبراطوريين وبرفقة البطريرك القسطنطيني الى اثارة حفيظة القادة الخلقدونيين في الشرق، فأرسل رهبان فلسطين ومنطقة سوريا 2 اللي هي فيها الخلقدونيين يعني ممثلين عنهم إلى القسطنطينية، كما أن إفرايم أسقف أنطاكيا الذي جلس على الكرسي بعد إزاحة ساويرس عام 518 استخدم هو الآخر رجلا يدعى سرجيوس، وهو طبيب يتمتع باللباقة والدبلوماسية ليسافر إلى روما ويخبر البابا أغابيتوس بالموقف في القسطنطينية. الحق، لأن البابا سيودوسيوس مع القديس ساويرس اللي هو كان يعني أشهر من نار على العالم في ذلك العصر، مع بطرك القسطنطينية، الثلاثة متحدين يعني ثلاث كراسي رسولية كبيرة، هو باقي كم كرسي؟
في الوقت ده تزامنت مهمة سرجيوس اللي هو راح للبابا الروماني مع تطور آخر في الغرب، حيث أن الملك الجرماني سيوداد الذي كان قد اعترف ولو اسميا بجستنيان كحاكم أعلى فوقه كان قلقا بشأن العمليات العسكرية لبليساريوس في الغرب، وحيث أن روما كانت تحت سلطته السياسية استطاع سيوداد أن يرغم البابا أجابيتوس أن يذهب إلى القسطنطينية كممثل عنه ليطلب من جستنيان أن يوقف حملات بليساريوس في صقلية ودلماطيا، وذهب أجابيتوس إلى القسطنطينية في أوائل مارس عام 536. ودي يمكن أول مرة أسمع بزيارة أسقف روما للفين للقسطنطينية. واستقبلوا جستنيان بموكب واحتفال عظيمين، وأحدثت مجرد رؤية جستنيان للبابا تغيير إعجازي في توجهه. بعد ما الثلاثة كانوا متحدين والاتجاه ماشي، يعني إيه، القديس ساويرس مفند كل حاجة، المصالح الدنيوية تدخلت، وبمجرد أن استعاد البابا أغابيتوس سيطرته على الإمبراطور كما يذكر زكريا، حتى قام البابا باتهام البطريرك أنتيموس بأنه زان، والبطريرك ساويرس بأنه أطاخي. أما الإمبراطور جستنيان فقد توقف من جانبه عن فعل أي شيء لغير الخلقدونيين، وأمام هذا التغير قام أنتيموس بإعادة طيلسان البطريرك الخاص به إلى الإمبراطور، وانسحب من الكرسي كما عاد البطريرك ساويرس مرة أخرى إلى مكان اعتزاله في مصر. وقبل أن يترك العاصمة كتب البطريرك ساويرس إلى رجال الكنيسة والرهبان في الشرق وأبلغهم برحيله، وكتب أحد الكتاب عن ذلك يقول: من المحتمل جدا أن يكون أحد أسباب التقدير الذي أعطاه الإمبراطور جستنيان للبابا أغابيتوس أن الحرب القوطية الشرقية كانت قد بدأت في إيطاليا في ذلك الوقت، وكان جستنيان يحتاج إلى تأييد الغرب. ولم يكن الإمبراطور جستنيان ملتزما حقا بالصلح مع اللاخلقدونيين، كان أكثر اهتماما بالاتحاد مع روما والغرب. وهكذا في عام 536 عزل أنتيموس، وخلي بالكم من اللي جاي بقى، وأدين ساويرس على أنه نسطوري وأطاخي، فساعدته الإمبراطورة سيودورا المؤيدة الدائمة لساويرس واللاخلقدونيين على الفرار إلى مصر، حيث توفي بعد سنوات قليلة. مش كده وبس، عايزين نقف، تحبوا نقف نقول ايه بقى نصوري وأطاخي؟ من اغرب ما يمكن ان يتقال عن القديس ساويرس انه نصوري وأطاخي، والاتنين مفروض، ومين القديس ساويرس؟ كانوا بدأوا يلعبوا في المصطلحات، وفكرة الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي. أنا هقولها باختصار لكن هنشرحها بالتفصيل مع النصوص الآبائية وليس كلاما مرتجلا في المحاضرات القادمة، بنصوص. أبقنا بكل بساطة وعمق وفهم
فهموا تعبير الاتحاد الطبيعي، ان اصبح السيد المسيح له المجد طبيعة من طبيعتين، وهذه الطبائع ليست طبائع عامة، الطبيعة اللاهوتية اتحدت بأقنوم الكلمة، اتحدت بطبيعة بشرية ليست طبيعة عامة ولكن طبيعة لها فرديتها، وبتاخد فرديتها بإيه؟ بأقنوميتها. ومن ثم حدث اتحاد طبيعي، اتحاد أقنومي. لم يكن للناسوت وجود على الإطلاق قبل الاتحاد، ولكن وجد متحدا. عشان كده أبائنا قالوا اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي، ما قالوش اتحاد بروسوبوني، لأن تعريف البروسوبون اللي هي شخص له كيان قانوني ووجود مستقل، شخص معترف به مجتمعيا. فالناسوت لم يكن له البروسوبون اللي موجود به في الوجود، ليس له وجود سابق، لكن وجد طبيعيا وأقنوميا متحدا، فصار في اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي. فنقول السيد المسيح طبيعة من طبيعتين وأقنوم من أقنومين، أقنوم الكلمة من الثالوث القدوس اتحد مع الأقنوم البشري، وإلا يبقى اتحد مع البشر كلهم لو من غير أقنوم. الأقنومية هي اللي بتدي الايه؟ الفردية، له طبيعته الخاصة. فالاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي طبيعة من طبيعتين وأقنوم من أقنومين، بحسب التعريفات الجديدة. القديمة أبائنا لما قالوا طبيعة من طبيعتين قالوا لهم انتوا أبوليناريين، وبعد كده بدأوا يقولوا أوطاخيين، هي نفس الفكرة بس. يعني ليه؟ معنى ان تقولوا طبيعة من طبيعتين، حتى لو قلنا من طبيعتين، الناسوت لم يتلاشى ولم يتغير، والطبيعة الإلهية لم تتغير، اتحد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، فصار طبيعة واحدة تجمع كل خصائص اللاهوت والناسوت، زي قطعة الفحم وقطعة الحديد تجمع كل صفات النار وكل صفات الفحم أو الحديد. صفات النار ما تغيرتش، صفات الحديد ما تغيرتش، نستطيع أن نميز الصفات لكن لا نميز الطبائع. فالسيد المسيح له المجد طبيعة واحدة من طبيعتين. مهما نقول كده، طالما قلت بقى طبيعة من طبيعتين، يبقى أبوليناري وأوطاخي. طيب في التعريف الجديد قالوا ان الطبيعة البشرية طبيعة تقنمت بأقنوم الكلمة. كلمة التأقنم دي هم نفسهم اللي قالوا، مين اللي اوجدها؟ وتوجدت التعريفات دي في القرن السادس كمان، وذكروا اسم اللي نطق بيها الاول. فلما يقول أقنوم من أقنومين، ايه ده كده نسطور،
مفيش أقنوم بشري عشان ينفع عنهم النصرية. فأي واحد يقول من أقنومين يبقى إيه؟ نسطوري. يا جماعة ما احنا بنقول أقنوم واحد من أقنومين. لا، طالما قلت من أقنومين يبقى نسطوري. طب ما أنا قلت أقنوم واحد، اشمعنا في الطبيعة لما نقول طبيعة واحدة من طبيعتين تقولوا أبوليناري؟ احنا قلنا من طبيعتين تشمل خصائص الطبيعتين. لا، انتوا بتقولوا طبيعة واحدة، الطبيعة واحدة دي يبقى أبوليناري. طب ما احنا بنقول أقنوم واحد من أقنومين. لا، كده نسطوري. وفي الواقع هم العكس، هم لما بيقولوا أقنوم واحد طبيعتين في أقنوم وما فيش أصلا أقنوم للناسوت، ده فكر أبوليناري. ولما يقولوا طبيعتين فكر نسطوري. عملوا خليط كوكتيل بين كل الهرطقات والفلسفات اللي كانت عندهم، استحضروها وكونوا منها توليفة. ايه؟ عشان كده أدانوا واتهموا القديس ساويرس بالنسطورية وبالأطاخية. وكأن هم الكيرلسيين اللي بيمشوا حسب تعليم القديس ايه؟ طب ازاي؟ طب ايه هو بقى الاتحاد الطبيعي؟ لا، ده لسه بقى، ده موضوع كبير هيكون ممكن يبقى فيه اكتر من محاضرة. يبقى احنا ندرس المصطلحات ومفهوم الطبيعة الواحدة، من اللي هي طبيعة واحدة الله الكلمة متجسدة أو متجسدة. ندرس الاتحاد الطبيعي، الاتحاد الأقنومي، المصالحة 430 دي بالفعل درسناها، هنأكد عليها. وهنتعرض لكتابات القديس كيرلس والزاي يعني بيتعاملوا معها دي بعدين. نكمل ما نتج عن ذلك عشان هنوقف بعد كده. بيقولوا هكذا في عام 536 عزل أنتيموس وأدينا ساويرس على أنه نسطوري وأطاخي، فساعدته الإمبراطورة ورجع على مصر. أغابيتوس بقى اللي كان جاي من روما مات فجأة في يوم 22 أبريل، وفي أثناء شهري مايو يونيو من نفس العام عقد مجمع القسطنطينية المكاني سلسلة من الاجتماعات، حضرها 5 من مندوبي روما و45 أسقفة من الشرق. وأصدر المجمع قرارا بحرم أنسيموس كهرطوقي وتجديد إدانة وحرم البطريرك ساويرس. وقام الإمبراطور جوستينيان بالتصديق على قرار المجمع، وأصدر مرسوما يوم 6 أغسطس يعلن فيه تجريم الاعتراف بالموقف غير الخلقدوني في الإمبراطورية، كما أمر بإحراق كتابات البطريرك ساويرس، لأن كان فند الإدعاءات دهيت، لأن هو اللي عاصرها. التأويلات بتاعت المصطلحات والتعريفات القديس ساويرس كان لسه موجود وفندها، عشان كده ما بنستغناش عنه لما نيجي نناقش في خلق دنيا. ما اقدرش اعتمد على كيرلس فقط، الحاجات دي ما كانش عايش فيها القديس كيرلس واقواله تأولت. وهنا كانت حكمة كنيستنا ان رفعت القديس ساويرس ويذكر اسمه قبل البابا أثناسيوس وقبل البابا كيرلس، مع انهم اساتذته ومعلميه، وهو يفتخر ويشهد ويعتز بذلك. ولكنها تريد ان تقول لنا اننا نستلم اقوال هؤلاء الاباء وتفسيراتهم ومعانيهم
بحسب القديس ساويرس. فعشان كده أمر بإحراق كتاباته. عشان كده مثلا كتاب زي كونترا جون جراماتيكا مش موجود غير بالسورياني واللاتيني. مرضيش الكتاب ده بالذات لم يترجم للغة حية حتى يومنا هذا. فيلاليسس موجود بالفرنساوي. كونترا يوليانوس موجود. كتاب ضد النحو بالذات لم يترجم للغة حية. عشان كده أناشد الحقيقة وأطلب يا ريت إخواتنا السوريان زي ما ترجموا كتابات زي مخيل الكبير وزي ما ترجموا كتاب منارة الأقداس لابن العبري وبعض الكتب الأخرى يا ريت يقوموا بترجمة كتاب ضد النحوي يوحنا النحوي إلى اللغة العربية والإنجليزية أيضا. يبقى عمل كبير. احنا بنترجمه دلوقتي من لغة للغة للغة لكن موجود. وده ليه حرقوا كتب ساويرس؟ وعقد إفرايم أسقف أنطاكيا أيضا مجمعا من 132 أسقفا وأكد هذا المجمع على قبوله لخلق دنيا وإدانة البطريرك ساويرس وأتباعه. كان مرسوم جسنيان بالفعل مؤذيا للكيان غير الخلقدوني من ثلاثة أوجه على الأقل. ليه مؤذي بقى؟ أولا صارت الكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى في الإمبراطورية بحكم القانون ملكا للكيان الخلقدوني. النهاردة لغاية النهاردة لما تشوفوا مثلا أملاك الكنيسة في القدس مين اللي حطت إيده عليها أكتر؟ الروم. كان على الأساقفة وقادة الكنيسة من المعارضين لخلقدوني أن يقضوا حياتهم في النفي أو في التخفي كما منعت كذلك الرسامات الجديدة. جي وقت ما كانش فيه رسامات. عشان كده في جزء تاريخي هناخده مع الأحداث الأمور اللاهوتية في شق تاريخي برضو لازم هيكون مهم قوي هنستطرد فيه. معلش أنا كان نفسي ألم الموضوع وأخلصه لكن الدنيا يعني ما زالت ما تسمحش. ثالثا حرم العلمانيون غير الخلقدونيين من فرص الحصول على المناصب الرافعة في الدولة. ولكن بالرغم من كل هذه الصعوبات تمسك الناس بموقفه بالدين غير الخلقدوني بثبات في كل من مصر أولا وسوريا وبقية الشرق. وحيث أن الكنائس والمؤسسات الأخرى في المدن صارت متاحة لكنيسة الدولة الخلقدونية أصبح لزاما على غير الخلقدونيين أن يبنوا الكنائس والأديرة خارج المدن. وعلى سبيل المثال أصبح على كنيسة مصر أن تتخلى عن الإسكندرية وتنقل مركزها الكنسي إلى منطقة الدخيلة اللي سموها الأناطون. مرة كنت بسأل على الكلمة دهية اتضح أن الدخيلة وعند دير الزجاج اسمه الأناطون الإناطون الإناطوم. حيث بنت هناك تجمعات رهبانية بلغت 600 تجمع. وكذلك الحال مع البطاركة السوريان الذين أتوا بعد البطريرك ساويرس فقد اتخذوا مكان إقامتهم في مناطق مثل حاران والرقة والرها ومردين في شمال سوريا. وفي الحقيقة يذكر ميخائيل السورياني أن المرة الأولى التي تطأ فيها قدم بطريرك أنطاكي غير خلقدوني في مدينة أنطاكيا بعد أن تركها البطريرك القديس ساويرس عام 518 كانت في عام 721 عندما زارها البطريرك إلياس ليكرس كنيسة تم بناؤها في المدينة. ظل البطريرك ساويرس الأنطاكي على اتصال مع الشعب والتجمعات التي تحت مسؤوليته الروحية
حتى بعد ابتعادوا عنها. وعلى أي حال لم يترك البطريرك الصغير الشعب يعيش بدون اهتمام رعى وعناية مسيحية. وفي عام 536 عندما رحل هو أنتيموس عن العاصمة، تبادل الرسائل التي اتفق فيها على تبني موقف واحد ضد خلق دنيا، وكان كلاهما على اتصال مع سؤدوسيوس بابا الإسكندرية. البابا سؤدوسيوس ما رجعهوش مصر، فضل قاعد في القسطنطينية وتنيح هناك. عشان كده جه وقت كانوا يسموا الأقباط السؤدوسيوسيين. وله دور مسكوني هنعرفه في المرات الجاية. على اتصال مع سؤدوسيوس بابا الإسكندرية الذي كان في القسطنطينية منذ عام 537، وفي الحقيقة أنه أقام في العاصمة لمدة 3 عقود بعد ذلك كقائد للحركة غير الخلقدونية، وفي مواجهة محاولة الإمبراطور جوستينيان لفرض منشوره على كان على البطريرك ساويرس والبابا سؤدوسيوس على وجه الخصوص أن يفكر مليا في طرق ووسائل لتثبيت تسلسل رئاسي غير خلقدوني موازن للتسلسل الخلقدوني الرسمي للدولة. مش هقول الباقي. المؤرخ اللي كتب سيرة القديس ساويرس جه عند آخر محطة، القلمي لا يستطيع أن يسجل هذا الخبر، الأذان لا تحتمل أن تسمع عن رحيل القديس ساويرس. فتنيح في مصر عام 538، بنعيد له احنا في يوم 14 أمسير غالب. طبعا أعظم ما كتب هو نفسه قال في إحدى رسائله، قال إن كتاب ضد النحوي، قال أنا حطيت فيه كل حاجة، وهنلاقي فيه اقتباسات من أقوال آباء كتيرة فقدت لكن ما زالت باقية معاه. طبعا أنا هكتفي بهذا القدر، وهناخد أجازة مفتوحة مش عارف هنبدأ إمتى، لكن طبعا التفاصيل اللي هي قلنا هنقولها دهيت ممكن هنستأنفها في المحاضرات لما نعود مرة أخرى أحيانا الرب وعشنا. لو في أي سؤال ممكن تفضل نسأل.